مساء الخير أعزائنا مشاهدين، اليوم حلقتنا حلقة مميزة، حلقة الراحة، حلقة الاستجمام، حلقة الأمسيات الجميلة. اليوم حلقتنا أمسية شعرية. في هذه الحلقة بدنا نسلط الضوء على بعض أنواع الشعر، ولكن راح يكون الكلام للشعراء، راح يكون الحديث بالكلام الجميل الموزون، كلام العرب اللي افتخروا فيه عبر سنوات طويلة. اليوم كلامنا وأمسيتنا هتكون أمسية شعرية. معنا اليوم الأستاذ محمد منير والأستاذة غدير الغافري. والحقيقة أنا دائما الضيوف بحاول أخليهم هم يقدموا أنفسهم، لكن اليوم بالإضافة لتقديمهم لأنفسهم راح يقدموا أنفسهم شعرا، راح تشوفوا شعرهم، راح نحاورهم بشعرهم، وراح نستمع إلى أجمل قصائدهم. شو الألوان اللي بيحكوها، وشو الألوان اللي بيحبوا إنه يظهروا فيها أمام الجميع، وما هو الذي ينتظركم عبر كنار تي في في الأيام القادمة من مفاجأة تخص هذه المواضيع. أهلا وسهلا غدير، أهلا وسهلا محمد، كيفكم؟ الحمد لله، أهلا وسهلا بك، وأهلا وسهلا بكل المشاهدين وبغدير وبكل مشاهدين قناة تي في. أهلا غدير. أهلا فيك، أهلا فيك أخ محمد، أهلا وسهلا. طيب أنا بدي أبدأ إذا سمحتوا لي بالتعريف فيكم. غدير، ممكن تعرفينا بنفسك، تعرفي المشاهدين، وتحكي لنا إيش لون الشعر اللي أنت بتكتبيه ومنذ متى؟ أنا بس بدي أسألكم بداية، أنا مش قادرة أشوفكم وأنتوا بتتحركوا، الصورة مش متحركة عندي، يعني صارت بوز، فهل نفس الشيء أنتوا شايفيني؟ إحنا شايفينك تمام، أمورك تمام، فبيكون بجوز مشكلة عندك على الكاميرا. يعني إذا بتحبي تطلعي وترجعي من جديد على الاستوديو هبتنحل. طيب، بتنحل المشكلة إن شاء الله. طيب ماشي، خليني أطلع وأدخل تاني. طيب منتابع إحنا مع محمد. أوكي. محمد، أنا شفت لك مجموعة من طبعا البرامج اللي كنت فيها يعني فارس الميدان في الشعر صراحة، وكان أدائك فيها أداء رائع، وحابين شوي هيك نتعرف أكثر على هوية محمد منير. دراسته منذ متى اهتم بالشعر وتاريخ الشعر؟ تفضل. والله انا اهتميت بالشعر تقريبا من سنه 92. انا كنت في الصف الاعدادي، في الثالث صف الثالث الاعدادي، وعرض عليا، لان انا كنت طبعا كويس جدا الحمد لله في اللغه العربيه، وعرض عليا المدرس ان انا اطلع على مسرح وزاره التربيه والتعليم اني القي قصيده للشعر كانت لهاشم الرفاعي اسمها رساله في ليله التنفيذ، احدى القصائد المشهوره جدا يعني. فأنا حفظت القصيدة، كانت 47 بيت تقريبا أو حاجة زي كده، وحفظت القصيدة وطلعت على وقلت القصيدة، وساعتها خدت المركز الثاني. طبعا أنا من مصر يعني، فالكلام ده كان في مصر، الكلام ده كان سنة 92. فاتعلقت بالشعر وحبيته أكتر بعد الإلقاء دوت، وابتديت أحط بقى بإيدي شوية حاجات كده وتخطيف وبتاع، لحد ما مدرس اللغة العربية نفسه شاف ورقة من الورق اللي أنا بكتبه وشجعني ان استمر وخلاني اداوم. فابتديت بقى ان انا ادور على الشعر من البدايه، ابتديت اقرا للفراهيدي، الفيت ابن مالك، الحاجات دي كلها. وابتديت كنت بكتب في الاول لغه عربيه فصحى، بس ما كنتش برضو محترف ان انا اكتب على فور الشعر، لا الوافر ولا البسيط ولا المركب، ما كنتش لسه متمرس قوي. لحد واحده واحده مع الخبرات، وابتديت اتعرف على ناس تانية وعلى شعراء تانية، اكتسبت المهارات، بس توجهت للعامية، ويمكن العامية أسهل بالنسبة للتعامل مع الناس، لأن أنت اللغة العربية الفصحى عشان تجيب المرادفات لازم تجيب القصيدة ومعها شرح للناس، إلا إذا لو استخدمت المرادفات البسيطة، وساعات ده ما بيخدمش الهدف من القصيدة اللي أنت عايز تكتبها، لكن لما بتتكلم بلسان الناس ده بيكون أقرب ليهم وبيوصل مباشرة، وخصوصا إن إحنا الشعر بيتكتب من الثقافه بتاعتك، من المواقف، من الحاجات اللي انت عايش فيها، فده بتكون وسيله اكتر ومعبره عن لسان حال الناس.
جميل. غدير أهلا وسهلا مرة ثانية. اهلا فيك، اهلا. الآن انا الأمور تمام؟ شفت حالي، انا كله تمام ممتاز. خلاص. يلا، عارفين وعارف المشاهدين على نفسك، ومتى بدأتي كتابة الشعر؟ شو اللون اللي أنت بتكتبيه؟ انا غدير الغفري، فلسطينية كندية مهاجرة الى كندا تقريبا من 6 سنوات، مواليد الامارات وعشت في الامارات، اصلي من غزة. بدأت كتابة الشعر من عمر 10 سنين بالفصحى، واستمريت على ذلك ونشرت في جرائد ومجلات زي جريدة الخليج في الإمارات ومجلة مرامي الصادرة عن رابطة أديبات الإمارات ومجلة كل الأسرة. ولما أجيت على كندا صرت أكتب كمان شعر بالإنجليزي، أترجم أشعاري العربية للإنجليزية، وكمان صرت أكتب يعني بدون ما أتنقل من لغة للغة، على طول أكتب بالإنجليزي. اللون اللي بكتبه هو الشعر المنثور أو قصيدة النثر، يعني ما في وزن، مش الشعر العمودي ولا الشعر الحر اللي هو شعر التفعيلة، ما في وزن، ما في قافية، ولكن في إحساس عالي وفي مشاعر وفي صور جمالية وتعبيرات حلوة وتجربة شعورية. فالقالب يعني مش مهم قد ما هو الجوهر مهم، وفي تجدد في الأفكار ومواضيع جريئة طرحتها. ويعني كنت قبل أكتب طويل، شعر طويل، قصائد طويلة، بعدين صرت أقصرها بسبب التكنولوجيا والسوشيال ميديا، القراء ما بيحبوا يقرأوا شيء طويل. عندي صفحة شعرية فصرت أحط مثلا 2 3 تكون القصيدة وبس يعني. طيب، اهلا وسهلا غدير. غدير، أهلا. بتحكي انه بديتي بالشعر العمودي لا لا لا، أنا شعري منثور من البداية، ما كتبت من لا البدايه. عمودي ولا تفعيلة. نعم. اوكي، طيب. طبعا احنا بجوز تناقشنا قبل هيك في موضوع في الشعر المنثور. اشرحي لنا شوي شو هو الشعر المنثور، واعطينا مثال عليه نبدا فيه من اول، او من 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 من, من الشيء اللي انت حابه انك يعني تسمعيه للجمهور. طيب ماشي. هو الشعر المنثور أو قصيدة النثر بدأت عندما يعني هو كان أول شيء في عنا زمان الشعر الجاهلي اللي هو الشعر العمودي والمعلقات، وبعدين صارت في الموشحات الأندلسية، يعني صارت في ثورات على الشعر العمودي. بعدين بعد الموشحات الأندلسية امرؤ القيس، بعدين إجا أبو نواس وعمل اللي هي الموشحات الأندلسية، بعدين صار في الشعر الحر وشعر التفعيلة كمان ثورة ثانية على الموشحات والشعر العمودي، عملوا الشعر التفعيلة، كان من رواده نزار قباني، في بدر شاكر السياب، أودنويس. وبعد شعر التفعيلة الشعر الحر صار في ثورة كمان، وبعدين صار طلعت قصيدة النثر، ومن روادها كان محمد الماغوط وأدونيس وتوفيق الصايغ. وبعدين صار كمان في ثورة على الشعر المنثور أو قصيدة النثر، وطلع عنا شعر اللهجة اللغوية أو الهجرة اللغوية، يعني الناس صارت اختلطت بلغات أخرى وصارت تعمل شعر بلغات أخرى منها الإنجليزية والفرنسية والأسبانية والعامية. وبعدين يعني هو كانت العامية بالأول، يعني بعد الشعر النثر كان العامية، اللهجات العامية، وبعدين صارت اللي هي الهجرة اللغوية اللي هو لغات أخرى. فحابين طيب ايش؟ تسمعوا شيء من اللي أنا كتباه؟ سمعينا وبعدين نتحاور. حابين تسمعوا عن أي موضوع ولا مش اللي مشكلة؟ انت بتختاريه، ايش اللي إيه نعم. طيب بتشوفي حابه تقوليه لجمهورك؟ أنا بحب دائما لما أبدأ لأني بحب بابا كثير الله يرحمه، فبحب أبدأ في بأنه أذكر في قصيدة في البداية. خير البدايات. المحيط بداخلي، أنت المحيط بداخلي، أحرفي، قصائدي، أنت نسمات الطفولة الحلوة، أريج عناق الماضي، أنت الحبيب الأولي، أحبك أبي. إلا القدس، إلا القدس، إياك أن تنظر إلى عينيها، إياك أن تلمس وجهها الحزين، هي لن تنسى، لن تغفر.
يرسم الطفل على وجه دفتره إذا بخارطة فلسطين تشرق عذراء فتية، تسرح شعرها، تكحل عينيها، تتبرج بأبهى الألوان وتزدان كعروس ليلة الزفاف، إذا بها الألوان تتلاشى بمنقار غراب أسود يلبسها كل الأحزان، يعريها من عروبتها، يستبيح طهارتها، يحضر لأبنائها الأكفان. عام يروح وعام يأتي، كل عام يتجدد الحنين، كل عام وأنا أشتاقك أكثر. يغادرنا عام، هذا بمناسبة السنة الجديدة، يغادرنا عام افتقدنا فيه الفساتين التي لم نضع في خيوط أزيائها، الشماعات العطرية التي لم نشعلها، الورود الحمراء التي حلمنا أن يهديها إيانا أحد ولم نجففها، الجلسات الدافئة التي لم نستأنس بها، اللمسات الحانية التي لم نحظ بها، الهدايا، السهرات، الوعود. وفي عامنا الجديد تتسارع نبضاتنا أكثر ونجدد الأمل. في الشتاء حبيبتي أجمل، مع زخات المطر بمناسبة البرد يعني. على فكرة احنا انا لان انا كمان بنظم امسيات شعرية لغير العرب، فمتعودين اذا في اي لاين او اي سطر عجبكم بس تعملوا هيك، واذا حسيت انكم نعسانين اعملوا كده عشان اعرف انكم زهقانين واقف. لا كملي كملي، الناس مبسوط، كملي. ماشي. قديش الحضور؟ انا مش شايفة كم عدد الحضور. لسه جاي، لسه بعد الحضور لسه جايين. جايين. طيب ماشي، اهلا وسهلا نسرين، اهلا وسهلا. يا هلا صاحبي، يلا لا ممتاز، هيك تمام. يسعد مساجدي. غدير خليني اقاطعك هون، ماشي. يعني علشان نتعرف على الشعر المنثور اكثر، وطبعا حيشاركنا نسرين ومحمد في النقاش والحوار. انا والله كتبت انا عايز استاذنك بس بسؤال. الاخت غدير من ما شاء الله هي واضح ان هي قاريه وعارفه، بس انا هسالك سؤال يعني، والموضوع ما فيهوش بس هو مجرد نقاش. تعريفك لمعنى الشعر، انت قلتي الاول الشعر من ايام الجاهليه والمعلقات. محمد اتفضل. محمد اسمح لي بس قبل سؤالك هذا، علشان انا بدي اعمل مقارنة وبعديها اتفضل. تسأل سؤالك، اوكي؟ انا كتبت والدي، بدي اجيب على نفس الموضوع، تكلمت عن الوالد، انا كتبت لوالدي كان مرض، ربنا شفاه الحمد لله، الحمد اموره لله. وصحته جيدة جدا الحمد لله، ولكن في هذه الاجواء كتبت له: أيا حبيب شغافي، تفديك روحي والفدا غير كافي، أنت العزيز وما لك بمكافي، أبتاه في قلبي لهيب حارق شوقا لصوت هادر مضيافي، مرض الزمان لما أصابك من أذى، والشمس ترنو لنورك الشفاف، أبتاه يا همة نحو السماء سموها، أتعبت جسمك في علا الأوصاف، أبتاه دنياي الصغيرة لم تعد تقوى على وجع، أيا حبيب شغافي، يا رب عجل في شفاه ولا تذر سقما ولا وصبا، فأنت الشافي، أودعته عند الإله ومن له غير الإله مداويا ومعافي، وامدد إلهي في رحابك عمره، أنت الكريم وليس عنك بخافي. أنا كتبت هذه الكلمات ولم أعتبرها شعر، اعتبرتها لا مش خوف. معروف. نعم ما هو اعتبرتها خوف. النقطة اللي عايز أقولها إن الشعر، بس عشان إحنا قاعدين في أمسية شعرية، والناس اللي تتفرج علينا في منهم ناس قارت شعر وناس بتسمع شعر وناس بتاكل شعر، فخلينا نتكلم ونكون صراحة مع بعض عشان إحنا هنتقبل النقد وهنتقبل كل شيء. الشعر وزن وقافية، ماشي، وبحور. ده بالنسبة للشعر العمودي، كان بحور اللي هم 16 بيت اللي قالهم الإمام أحمد الفراهيدي في الكتاب بتاعه،
وبعد كده اتضاف كام بحر بعدين في مع ثورة الشعر والكلام ده كله. فأنا من غير ما يكون عندي قافية ومن غير ما يكون عندي وزن ومن غير ما يكون عندي بحور فهو مش شعر، ما خلاف ذلك ليس بشعر. الناس أو الأخت غدير قالت القصيدة النسرية، أنا كشاعر من أكتر من 20 سنة، من سنة يعني داخل في حوالي 26 سنة أو أكتر بكتب شعر، أنا أول مرة أسمع كلمة قصيدة نثرية. النثر بتبقى زي عبارة عن قطعة مكتوبة، بيبقى طبعا الإحساس، أي حد بيطلع أي حاجة على الورق والقلم بنقول عليه إحساس جميل اللي أنت قلته أو اللي قالته الأخت أو أي حاجة، بس لما نيجي نقول نصنفه كشاعر في بقى هنا في قوانين بتحدنا ان احنا نحطه ونقسم ونقطع ونوزن. وطبعا الناس اللي بيكتبوا شعر فاهمين انا بتكلم وبقول ايه. ده بالنسبه لش... على فكره اخت العروض العروض لما طبعا ما يعني انا بس بقول رايي في كلمه قصيده نثريه، لان النثر احنا كنا بناخد النثر في اللغه العربيه زمان واحنا بندرسه في المدارس، وما عمر ما تعرضنا لكلمه قصيده. القصائد شيء، الأشعار شيء، الشعر العمودي شيء، الشعر الحر شيء، الشعر العامية شيء، لكن النثر هي مجرد كتابات جميلة جدا بتعبر عن مشاعر رائعة لأصحابها وللي كتبوها، ولكن لا تعتبر كشعر. ده مجرد رأيي أنا، وطبعا الحكم ليك أنت. طيب إحنا احنا احنا طبعا احنا طبعا هون مش جايين نحاكم لا غدير، بس احنا طبعا حكينا لغدير قبل الحلقه بدك تتحملي، لانه انت ما بين مجموعه من الناس كلاسيكيين جدا وعندهم الشعر لازم يكون على الوزن، ولازم يكون يعني حتى الشعر الحر بقي على التفعيله ولكن ابتعد عن البحور المعروفه المعهوده، ولكن بقي يستخدم التفعيله. اليوم السؤال المطروح دائما هو سؤال ما هو الشعر؟ وأنا بشوف حقيقة، وأنا كنت على فكرة من الناس اللي بيقولوا إنه ممكن نكتب شيء جميل ويكون يعني يصل إلى 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 ذوق الشعري وأفضل من ذوق كثير من القصائد الموجودة، وفي مضمون رائع جدا، لكن إحنا مش محتاجين نسميه شعر، يعني بنسميه قصيدة مغنى، بنسميه مثلا نثر مغنى اللي ممكن يغنيه، وفي نثر مغنى، في كثير من النثر غناه المطربين وكان رائع. فتحملينا غدير بالمقدمة الساخنة هاي، وبعدين حنترك لك مجال ترد علينا برد ساحق ماحق، ماشي الحال. لكن بدي أرحب بنسرين وأعطي الفرصة لمحمد يسمعنا شيء من قصائده، ويا ريت تسمعنا أول قصيدة، يعني بلاش أحكي أول قصيدة، أحب قصيدة إليك بتحب إنك تبدأ فيها اللقاء. نتعرف ونتشرف بنسرين الأول وبعد كده أخش لكم إن شاء الله بالله. نسرين زميلتنا في القناة ولها تاريخ عريق معنا، من المناضلين اللي بدوا الرحلة وافتتحوا معنا القناة. تفضلي نسرين. أنت ميوت يا نسرين. انت ميوت. شكرا محمد على المقدمه الظريفه، شكرا لكم، وانا بعتز طبعا بانتماء الى القناه الحلوه والهادفه والرائعه. وايضا انا فنانه ملتزمه واغني التراث العربي من مشرقه لمغربه، بعد اليوم كنت عم بحفظ بالتراث التونسي. لكن انا حابه اعقب على الشعر، وطبعا بمعلوماتي طبعا شويه اللي بسيطه، لكن انا بحس ان الشعر ياتي من كلمه شعور. طبعا هلا الشعر العربي هو شعر موزون، وانا ما بدي احكي على الشعر العربي، انا اختصاصي مش لغه عربيه، اختصاصي موسيقى. لكن انا احيانا اكتب بعض القصائد وهي قصائد منثوره، يعني ليس بالضروره لها يعني وزن، ولكن لها قافيه، على قافيه. لكن انا هلا استحضرتني اغنيه عراقيه باللهجه العاميه العراقيه، لكن هي لها قافيه حلوه كثير ولها وزن. طبعا الوزن بالنسبه احنا لنا كموسيقيين. شو الاغنيه يا نسرين؟ هو الايقاع. بتقول الاغنيه والله ومحتاجك يا خي، عندي مثل الهوى والماء، والله ومحتاجك يا خي،
عندي مثل الهوى والماي، دمك دمي وهمك همي، ومن عيونك اشوف الضاي. دمك دمي وهمك همي، ومن عيونك اشوف الضاي. محتاجك دوم انت وياي، توقف لدار الدنياي. محتاجك دوم انت وياي، توقف لدار الدنياي. عيوني ترخص هاي وهاي، من قبلك واقول اخطاي. عيوني ترخص هاي وهاي، من قبلك واقول اخطاي. والله وما احتاجك يا اخي، عندي مثل الهوى والماي. دمك دمي وهمك همي، ومن عيونك اشوف الضاي. يعني انا من احب الاغاني على انتي. طبعا نحن بنعرف الوزن فيها موجود، شكرا لكم. يعني الوزن كوزن ايقاع ووزن قافي موجود فيها، وهي باللهجه العاميه العراقيه، لكنها جميله جدا بمعانيها طبعا. طيب طبعا احنا هيفا بتاكد علينا انه نسمع نكمل قصيده غدير، وان شاء الله حنكمل القصيده. غدير شو رايك؟ تكملي لنا القصيده ولا تردي على الكلام اللي حكيناه؟ طب خليني ارد. هو قصيده النثر بتيجي على نوعين، نوع اللي هو سطور، سطر مع سطر ورا سطر، او بتيجي كفقره، انا بكتبها سطر كسطر. هلا بالنسبه لانه قصيده النثر مش من الشعر، هذا جدال يعني طويل، والكل بيجادل فيه، وكل واحد يعني حر برايه، وفي الاخر اختلاف الراي لا يفسد الود قضيه. بالنسبه لشعري انا بكتب الشعر السهل الممتنع، زي نزار قباني، كلمات سهله. يعني القارئ او المستمع العربي اللي بيعرف الكلمات، يعني تكون بسيطه الكلمات، ما تكون صعبه عليهم او يستقلوها يعني. في نفس الوقت ممتنع، يعني ما في حدا بيقدر يرتب الكلام. بحاول انتقي الكلمات بطريقه وانه ارتبها بحيث انه مش سهل على الواحد انه يرتبها بهذا الترتيب، او انه بكون مره بتجربه شعوريه واحساس احساسي، يعني بحب انه يوصل للمستمع او للقارئ. وكمان بحب انه يكون هو كمان ايش من خبرته من تجربته، ايش يعني اللي تلقاه، يعني زي الصوره، هي لوحه فنيه او لقطه من فيلم. انا بعمل لقطه من فيلم او لوحه فنيه. اللوحه الفنيه هذه انا بشوفها بطريقه، انت بتشوفها بطريقه، نسرين بتشوفها بطريقه، كل واحد بيشوفها بطريقه بحسب ايش هو ايش شاف، لانه كل واحد بيشوف يعني كل واحد له يعني يونيك، يعني انه كل واحد فريد من نوعه في نظرته، وكل واحد حسب ايش تجاربه اللي قبل وايش الخبرات اللي مرت عليه. ف يعني ممكن يقدر يوصل ايش احساس الكاتب، ايش الاحساس اللي بده يوصله الكاتب، او ممكن هو يحس يعني بطريقه معينه حسب هو ايش بده يحس. ف وانا بحس انه يعني الشعر بده تغميض، يعني انه يعني موجز، خير الكلام ما قل ودل، انه موجز، مش انه ما في اسهاب زي النثر اللي فيه اسهاب، سواء مقالات او قصص او سرد او يعني الاشياء الاخرى تبعت النثر. ما في سرد، ما في اسهاب، في اختصار، في كم من كلمه، سطرين ثلاثه، وفي نفس الوقت في تغميض، لكن ما فيش غموض، في تغميض. شوفي، وانا بحب هو الاختلاف مش على الكلام اللي بتحكيه، الاختلاف على التسميه. يعني احنا بالنسبه لنا اللي يعني شوي كلاسيكيين، خليني احكي لك باللغه العربيه، بالنسبه ان هذا موجود وقديم، مش ثوره، موجود، اسمه الصوره التشبيهيه. يعني في التشبيه له تشبيه مفرد لمفرد، وفي تشبيه صوره. فاللي بتحكيه انت واللي هو فيه قمه البلاغه وقمه الاختصار، واللي هو بسموه الصوره في اللغه العربيه، وهي صوره نثريه وفيها تشبيه كبير جدا، زي لما بتحكي عن وهناك صوره موجوده في الشعر وصوره موجوده في النثر. يعني ممكن يكون زي ما قال مثلا في الشعر احمد شوقي: ولقد تمر على الغدير تخاله، هي عشانك عشان غدير، ولقد تمر على الغدير تخاله، والنبت مرآة زهت بإطاري، حلو التسلسل موجه وخريره، كأنامل مرت على أوتاري، ينساب في مخضلة مبتلة منسوجة من سندس ونضاري. فيعني هاي الصور التشبيهيه تكون في النثر وتكون في الشعر. فاللي بتعملوه انتم هو فعلا صوره تشبيهيه قويه وبليغه ومختصره ورائعه، ولكنها نثريه. نثريه عشان ما فيش وزن وقافيه.
عشان ما في هي المشكلة في الوزن والقافية طبعا، لأنه الشعر، الشعر عشان أميز شو الأنثى أنا بحس شو الأنثى كل واحد حسب شو الأنثى وشو الذكر، في أنثى وفي ذكر أوكي. فإحنا لما بنحكي عن القصيدة أو الشعر وبنحكي عن النثر، هناك هناك صفات للشعر لما بنحكي عنه منذ الأزل إنه لازم يكون في عليه تفعيلة، هاي التفعيلة قد تكون حرة وقد طيب تكون. طيب شو رأيك بالورد الجوري؟ شو رأيك بالورد الجوري والليلك؟ الورد الجوري والليلك الورد الجوري هو تعجين، تعجين هجلنا النثر مع الشعر، طلعت القصيدة النثرية. وبعدين لما الواحد يكون عنده مشاعر وحط المشاعر هذه في يعني في يعني انا بحب لا الوزن ولا القافيه، انا بتحرر منهم، لانه لما اتحرر منهم بعبر اكثر وبعبر اعمق. طيب بس لما التزم فيهم الشعر بيكون يعني ركيك، انا هذا احساسي. طيب احنا 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 أخ يعني ابدينا ارائنا وانت ابديتي رايك وبدنا نسمع هل الان هل ألفيت نسمع. هل ألفيت مالك، ألفيه مالك في النحو تعتبر شعر؟ طبعا وملتزمه. لا مش شعر، ما بقولوش عنها شعر، ليش؟ لانه ما فيهاش شعور، ما فيش لا 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 لا، هم بيحكوا بيحكوا كتبها، لكن لانه غلب عليها غلب عليها ألف بيت، اسمها ألف فيه لانها ألف بيت، لكن بس ما فيهاش على... لا نقول عنها شعر. لا هي لا استاذه غدير، استاذه غدير هسال حضرتك سؤال. الناس اللي بتخش كليات الفنون الجميله كويس، هل المدرسين اللي بيبقوا فنون الجميله وهم بيدرس لهم سواء اصول الرسم او التصوير او الكلام ده كله، هل هم مطلوب منهم يحطوا احاسيس في الـ في الـ في الـ في البروجكت اللي بيعلموه للطلبه؟ يعني لما بيعلموا الخطوط؟ لا طبعا، هو عايز لا الطالب بيبقى عنده الموهبه، موهبه الرسم، هو بيعرف. طيب محمد، محمد غدير بدنا خلاص، احنا هيك اكتفينا من النقاش. بدي اسمع، خليني اكمل، بدي نسمع تكمله القصيده بس تبعت غدير علشان هي قصائد صغيره، هي قصائد صغيره. اوكي معناته خلينا نسمع من محمد الان، اذا كانت هي قصائد صغيره خلينا نسمع من محمد وبعدين بنرجع لنسرين. محمد بدك تسمعنا، حكينا ما تريد ان تفتتح به واحنا افتتحنا، تفضل. طيب بما ان احنا حصل بينا ديبي فخلينا نقول بيس او سلام بقى، واخد بالك؟ فبما ان هو السلام فانا هتكلم عن في قصيده عن اسم السلام، اسم من اسماء المولى سبحانه وتعالى. ودي القصيده دي انا كنت عاملها تحدي، لو حد يعرف الشعر الحلمنتيشي كان بيبقى عباره عن ميكس ما بين اللغه العربيه الفصحى والعاميه ولكن باطار كوميدي ساخر. انا عملت القصيده دي عن اسم المولى سبحانه وتعالى ولكن باطار جدي وليس اطار ساخر. في الاول بقول فيها: في يوم من الايام حلمت وكنت بنام، قال ايه جدي يا اخوالنا، زرني وقال لي كلام، وصحيت ودماغي مقلوبه انشوده جدي اعجوبه عن شيء اسماه سلام. قلت يا جدي اعرفه، من الممكن ايضا اوصفه؟ قال يا ولدي اخبرني عن حال الدنيا والايام. كان صمتي خير رد، قلت يا جدي، قال يا ولدي انشودتي تبدا معانيها، بس لو ركزت فيها هتلاقيها جوه منك، زرع طرحة غصب عنك، مش لانك مشتريها ولا دافع حاجة فيها، بس لازم تبقى فاهم بين اعضائك تفاهم، لن تبوح العين سرا، لن ترى في الدنيا شرا، لن تقول عنها كلمة وانت مليان بالكلام. قل لي مين في جيرانك عدى على الفقير كده كل يوم، والجيران حبال مودة تتنشر فيها الهموم. من سيصلح فينا عيبا إن تربى العيب فينا، من سيصرخ منك خوفا لما تبقى ابن الذين. أغرقني في بحر معاني وسحبني من طرف وداني، بإيديه كده جبني ووداني ما بين الورقة والأقلام. أنشودة جدي يغنيها التائه في قلب الظلمة، وأنا مهما وصفت في معانيها مش هوفي حقها في الكلمة. فيها صار الفجر ظهرا وارتشفت العطر خيرا، وسلاما ليك جدا كان عبدا للسلام. يا سلام. الله الله، يا سلام يا سلام. طيب أرد عليك أنا بقصيدة؟ أعطيه أعطيه للسلام. هي بس
ثلاث سطور بس، تسكتي لا تسكتيش. تختصر السلام كله يعني. يلا. بقول فيها: الله في السلام، في الحب والرحمة، ما كان يوما في دور العبادة وذبح الإنسان. خلصت. نسرين، عندك المايك نسرين. أنا عملت ميوت بس عشان تعرفوا دائما في عندي هون فرقة موسيقية تتكون من عندك، طفلين وطفل كبير. تفضلي. أنا بدي أرد هلأ بأغنية عليكم. يس، حأرد بأغنية بالسلام. حقولكم فيها: طلعت يا ما أحلى نورهي، شمس الشموسي، يلا بنا نملى ونحلب لبن الجاموسي، قاعد عالسقي يا خلي أسمر وحليوي، عوج الطاقية وقلي غني لي غنيوي، قلت له بقلبي يا خلي أسمر وحليوي، قدم لي ورد وقال لي حلوي يا عروسي، طلعت يا ما أحلى نوري شمس الشموسي، يلا بنا نملى ونحلي لمن الجاموسي. الله 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 الله. أبدعت. هاي القصيدة محمد، أنا سمعت لك عنها شرح جميل عن المؤلف والمطرب الأصلي إلها وكيف بدأت. دي كانت طبعا ألحان الرائع سيد درويش، قلنا يمكن هو سيد درويش كان عامل شغل كتير جدا في الفترة دي، ويمكن هو عمل نقلة في الميوزك في فترة في بداية القرن العشرين تقريبا. سيد درويش من زي ما بيقولوا ايه، عباقرة المزيكا. يمكن عمل كانت الأغنية دي كانت مع بديع خيري، وقلت أنا في الحلقة اللي أنت شفتها هي عمل شغل كتير مع بديع خيري من ضمنهم دي، ومن ضمنهم كمان الأغنية بتاعت صباح مختاز خلصت خلاص، ودي كانت باللهجة العربي اليوناني المكسر، زي ما احنا بنتكلم انجليزي مكسر. هم اليونانيين لما جم مصر كانوا بيتكلموا عربي مكسر، واستغل بديع خيري وكتب الاغنيه دي. ويمكن اللي دارسين مزيكا عارفين ان الاغنيه دي تحديدا صباح مختاز هي السلم الموسيقي للناي، لما بيجي آلة الناي اللي بيتعلموا العزف على آلة الناي بياخدوا الاغنيه دي ويستعملوها كالسلم الموسيقي ليها. مظبوط يا نسرين؟ حافظيتها نسرين؟ حافظيتها؟ حافظيتها؟ على اي اغنيه عم تحكي؟ على صباح ايش؟ صباح مختار خلصته خلاص. صباح مختار خلاص. لا انا صراحه اللي غناها ايمان البحر درويش، غناها ايمان البحر درويش. كيف صعب تتغنى انت عارف، انت كثير صعب تتغنى. ايوه هي طبعا محتاجه حفظ وتدريب وتمرين صحيح صحيح. طيب نرجع لغدير. غدير اعطينا ايش في عندك كمان. ماشي. في الشتاء برضه عشان البرد يعني، يلا خليكم تبرد. خلينا بالبرد. في الشتاء حبيبتي أجمل، مع زخات المطر أغرق فيها أكثر، تبللني المشاعر حين فطولها فينبت عشبي الأخضر. قصائد الليلة حبلى تقوس ظهرها من الانتظار، قصائد الليلة بجواري ساهرة تواسيني حتى أتنفس النهار. انتظار، أنا بحب أحط العنوان في الآخر مع هاشتاج. بعضها بعنونها وبعضها لا، على فكرة يعني برضو حتى في الشعر الإنجليزي في ناس بتحط العناوين يعني فأنا يعني بتأثر يعني مختلف. حنترك التعليق للنهاية يا غدير. ماشي. وفي قصيدة على بعضها الآن. ما فيش على بعضها، هو كله صغير كده بتكون أوكي. يا إذا طويل يعني.
كلهم صغار يعني كم من صفر صفحات. بس، جميل زي جميل. قصيدة الهايكو، الهايكو إذا بتعرفوها اليابانية، الهايكو ايوه قصيدة صغيرة بتكون، آه. وصاروا اللغات الأخرى يقلدوها يعني. فأنا بصراحة هذا بيناسب لي لأنه عصر التكنولوجيا والسوشيال ميديا ما حدش بحب يقرأ كثير يعني، جميل. وأنا بحب أختصر. أنفض الغبار، أنفض الغبار عن قصائدي، أخاف أن أعود إلى ديواني، أخاف أن يغتالني وجهك وأن تسحقني حروفي المنسية. ذلك الليل الذي لا ينساني يعود محملا برعد الحنين، برق الذكريات منقوشة بحروف الياسمين، على صفحات قلبي تتساقط قطرات المطر فأنسى أنفاسي. ليلة قضيتها معك هي الدفء بعد البرد، هي البحر بعد الصحراء، هي الربيع بعد الفصول كلها كلها. إذا غنى القمر سمعت صيت، هنيئا للقمر إذا ما تغنى باسمك. حتى الليالي لا أحسن عدها، حتى الدقائق صارت تشبه بعضها، حتى نسائم الأشواق صارت حائرة، لا تعرف أتغمض عينيها أم تبقيها ساهرة. أرسمك على الجدران، في الطرقات، أرسمك في الغيوم، في الأصداف، في القمر، في عيون البشر. لكل منا إيقاع يرقص عليه، للقمر إيقاعا واحدا يهديه إلينا كل ليلة لننام، لننعم بالسلام. زادني الشوق إليك خطى، فأمديني يا شمس من يا شمس من لهيبك شوقا إلى وقت اللقا. أنا إذا أتاني الشوق بغتة أسرع ولا أبالي إن صرعت في شوقك المتيم. أنا أفتقدك، أنا أفتقدك، أقولها لك 1000 مرة أني أفتقدك. هل لك أن تقول لي أين أنت؟ لماذا رحلت؟ متى رحلت؟ دلني على سماء لا تمطرك، أو أرض مشتاقة لخطوتك، أو بحار لا تشبهك، أو ينابيع ماء ما جفت لأجلك، أو زهور لم تأخذ عطرها الفواح منك، أو قصيدة ما بكتك يتمت حروفها الغضة فرثتك. عمري هو أنت، من قبلك ليس لي شهادة ميلاد، لغتي هي أنت، من قبلك أنا أجهل اللغات. وطني هو أنت، من قبلك كنت أنام على أرصفة الطرقات. ثقافتي هي أنت، من قبلك من بثقت حضارات. قارتي هي أنت، فقبلك الأرض كلها محيطات ليس فيها خارطات. عندما ألحن موسيقى الهدوء من حولي، حينها فقط أعرف أني أغني الشعر. حينما تتراقص الحروف والكلمات فوق دفتري، حينها فقط أعرف أني أطرب الشعر. عندما أسافر بريشتي، أسكب من محبرتي ألوانا على ورقي، حينها فقط أعرف أني أرسم الشعر. عندما يصلي القلم في محراب سطوري، حينها فقط أعرف أني أخشع في حرم الشعر. عندما أكتب الشعر لك، لك وحدك، حينها فقط أعرف أني نسيت الشعر. نبدأ ب ننتقل الآن، اسمحي لنا ننتقل تفضل. لمحمد، بدنا نسمع. مفيش مشاكل. طبعا احنا بما اننا بنتكلم عن الشعر واحنا كشعراء، انا بحب الكلمه، فكتبت في الكلمه نفسها قصيده، وبقول لها المشكله لو هي كانت مشكله او معضله متشكله في حاجات كتير، انتي وانا عرفنا حل المساله
والاسئله والاجوبه وحاجات كتير، وانت وسط الموج نجاتك، واللي على الشط غريقك، واللي تؤمر بيه سعادتك للندى يلبي مجيبك. اسمحي لي اوصف اكتر، اصلي عاشق مش هكتر، ده اللي يكبر بيكي يكتر واللي ينقص مش غويكي. بيكي بتنطط وكابر على الاكابر والفلوس، انت فيا بطبع قادر، اللي يجرح فيك يدوس، هجرحه وهدوس عليه واجيب عليه على وطيه، ما انت اصلك خليتيني عنتره وجي الدور عليه، هرسم الاشواق بحرفك او بحتفك لو تفيضي، واما يعلى الموج هسندك بس اوعي تسيبي ايدي، اصل ملكيش حاله تسكر، حبه مر وحبه سكر، واللي بينا مره عكر شخص حائد مش لاقيكي. بقولك ايه يا اسمك، ايه اسمك ده ولا انت لقيتيه، اربع حروف متشكلين ومشكلين اللي تقوليه، والمشكله لو هي كانت مشكله. يعطيك العافيه نسرين. يعني انا بدي ارد، من وحي الفولكلور، يعني من وحي الفولكلور المصري، لانه انا من عشاق الفولكلور المصري طبعا، ويعني من نغني مثلا اغنيه الحلوه دي، قامت تعجن في الفجريه ونودك بيدا كوكوكو، يعني يعني المعاني الكلمات توصف حاله الفلاح المصري. مظبوط كلامي؟ هو الفلاح المصري، وطبعا احنا بنعرف قديش مكانه الفلاح المصري حتى بالسينما المصريه، يعني كيف اثرنا الفلاح المصري وباي صوره وباي حله. وانا حابه ارمي لكم الحلوه دي، قامت تعجن في البدريه وديك بيدن كوكو كوكو في الفجريه، يلا بنا على باب الله استعطية، اسعد اجعل صباحك صباح الخير استعطية، صباح الصباح فتح يا عليم، والجيب ما فيه شي ولا مليم، صباح الصباح فتح يا عليم، والجيب ما فيه شي ولا مليم، بس المزاج رايق وسليم، قلوبنا الفجر وراح، الصبر طيب عاد وغير الأحوال، اللي معك المال برضو الفقير له رب كريم، برضو الفقير له رب كريم. الحلوة دي قامت تعجن في البدرية وديك بيدن كوكو كوكو في الفجرية، يلا بينا على باب الله استعطية، اجعل صباحك صباح الخير استعطية يا استعطية. الله 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 الله. الفولكلور المصري فيه حاجات كتيرة قوي جميلة وشغل كتير بيتقال، يمكن بعض الناس، لو انت طبعا بما انك مطربة مثلا زي لو قلت وانا كل ما اقول التوبة، طبعا دي غناها عبد الحليم، وغناها غنتها في نفس الوقت كمان ليلى مراد. انا شكلك محضراه. اوكي، طبعا الفولكلور المصري، لما بنقول فولكلور هي حاجة متوارثة لسه، ممكن ما نعرفش مين بالظبط اللي قالها، ولكن هي متوارثه وبتتقال باكتر من شكل. حتى شاديه برضو غنت وانا كل ما اقول التوبه، فانت عندك شاديه وعبد الحليم وليلى مراد غنوا وانا كل ما اقول التوبه، بس كل واحد طلع مطلع تاني مختلف عن انا قصدي في الكلمات طبعا بتاعتها. خلينا نقول بس ان المصريين او الثقافه بتاعت الشعب المصري طبعا ان هي كانت الاكثر انتشار بسبب السينما والتلفزيون، يمكن معظم الناس واخده اللهجة المصرية ومعروفة أكتر، غير إن الشعراء اللي كانوا قعدوا في مصر زي بيرم التونسي وفؤاد حداد وصلاح جاهين وأحمد فؤاد نجم، الناس دي اللي قالت قصائد وأشعار، بخلاف طبعا أحمد شوقي في اللغة العربية. بس إحنا أنا مش عايز أتكلم كتير في اللغة العربية، لأني أنا حاليا ما بكتبش لغة عربية، أنا بكتب عامية أكتر.
زي ما قلت العاميه بتاخد من لسان الناس ومن حال الناس. يعني مثلا القصه اللي هي دايما ايه بنت الجيران، انت واخد بالك، او ابن الجيران، دي بتحب ده، ده بيحب ده، الكلام ده كله. فانا كتبت وقلت لها ايه، كل الشارع عارف اني واقف في البلكونه عشانك، وبسمع لك صوتي واغني وانت لا هنا ولا واخده في بالك، وبصفر لك ما ترديش، تدخل جري تسك الشيش، بس انا عارف انك حاسه باللي في قلبي وسايقه دلالك، ما هو كل الشارع عارف اني واقف في البلكونه عشانك. فيها ايه لو حبيتي حبيبتي ودبتي معايا، انا مش عايز غيرك انت وانت كفايه، كل العالم ما بقاش عادي بعد ما انت سكنتي قصادي، نفسي اقول لك اني بحبك وان انا بعشق لون فستانك، ما هو كل الشارع عارف اني واقف في البلكونه عشانك. وعلى فكره الحلو كمان بالفلكلور المصري في صوره كثير حلوه عم تنرسم عن الانسان كمان المصري اللي بحب البسيط، يعني في كثير من السلاسه والبساطه والواقعيه بقلب يعني الشعر او بقلب حتى الاغنيه المصريه نفسها. مزبوط؟ حتى مزبوط. انا ما اقدرش ابعد عن الواقعيه، يعني لازم اتكلم، لما اتكلم في الشعر بتاعي زي ما انت قلتي اكون واقعي عشان الناس تسمعني وتصدقني، ما ينفعش اخد الشعر وكلكع انا في المواضيع وابتدي اقول كلام مش مفهوم واخليه بقى زي ما بيقولوا المعنى في بطن الشاعر، واقعد انت دور ورايا وانا ادور وراك ونوصل لايه لحل. فلازم الموضوع يبقى بسيط عشان المستمع ايا كان، يعني سواء من فلسطين بقى، من تونس، من ليبيا، من السودان، الكل يسمع ويعجب بالموضوع وتوصل له المعاني اللي انا عايز اوصلها له. مش بس لدرجة ان انا طبعا في بعض الاحيان يعني بستخدم مرادفات ممكن المصريين بس هم اللي يعرفوها، واخد بالك، ده طبيعي لان دي المرادفات بتاعتي، دي الالفاظ بتاعتي. لو ما اجي مثلا اشرح لحد تاني او بيتكلم لهجة عربي بلهجة تانية، واخد بالك، ممكن اشرح له شوية الموضوع. لكن بخلاف محمد اتوقع اللهجه المصريه الان صارت يعني لهجه عالميه، والعرب صاروا بيتقنوا اللهجه المصريه كما يتقنها المصريين. انا اتصور كثير من الاغاني، حتى انا بتصور في بعض المصطلحات بتكون مثلا من الاسكندريه، تشوف واحد مثلا سيناوي ما بيعرفش المصطلح ويكون عارفه واحد عربي موجود في مكان بس اختلط بالاسكندراويه وعرف عنهم المصطلح هذا. فيعني اللهجه المصريه صارت لهجه عامه عند العرب، وهي صارت اقرب الى القلوب العربيه بشكل كبير، حتى انه لما بتتكلم مع واحد مصري بشكل تلقائي بصير تدخل معه باللهجه تبعه وبتحكي بالعاميه المصريه من غير ما تحس، لانها صارت سلسه. طبعا هذا سببه الافلام والمسلسلات والاغاني، خاصة أيام الـ 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 الوقت الأبيض والأسود اللي ما كانش موجود أصلا غير الـ الأعمال المصرية اللي كانت موجودة وهي اللي كانت منتشرة في العالم العربي. هو الناس كلها كانت بتستنى حفلة أم كلثوم كل خميس. مظبوط مظبوط، يعني الراديو كانت الحفلة والناس كلها مستنية أم كلثوم وتسمع سومة بقى وتعيش معاها يعني. طيب احنا بدنا ننتقل لغدير، تسمعنا شيء كمان، ناخذ كمان قصيده بنفس الـ يعني الحجم من اللي سمعناه، وتحكي لنا ما تجود به نفسك. حنينك ليمونه اعصرها بين اصابعي قطره قطره، فتزهر ينابيع الحب في نيسان في وديانه ياسمين على سفوح جبال لبنان، تختسل الأصداف في الشطآن لتلمع اللآلئ والمرجان، كما عيناك كما وجنتاك أو كبارق ثغرك البسام. جميل أنت جميل، قل لي بربك أين الرحيل، قلبي قتيل، عيناك أسطورة خرافة، ألف حكاية وحكاية تكثر فيهما الأقاويل، الزجل والأشعار، الرواية، الكثير الكثير. قل لي بربك أبشر أنت أم ملاك الكريم؟ صوتك موسيقاي الداخلية أرقص على إيقاعاتها حين أشتاقك، صوتك
لحن تعزفه أوتار قلبي حين أحتاجك. صباحك ليس كأي صباح، صباحك ليس كأي صباح، صباحك فنجان القهوة كلون عيني، سكرها شهد الكلمات من بين شفتي، عبيرها يروح ويأتي في ذاكرتي ليشتم دفء يديك. أنا يا سيدي أسطر من عينيك شعرا، من عظيم جنونك فنا، من ضحكاتك أغنية أطرب بها صباحا. آه من رمشك الكحيل، رمش حصان جامح زلزل أرضي بالصهيل، ضاع الكلام مني ما بقي إلا القليل، ذاك الرمش ما أحلاه ما أشقاه ما أقساه، قلبي عليل. طفلة أنا تخاف الاحتراق، تحرق أصابعها تهاب الأشواق. يا سيدي يا سيدي نار حبك لا تطاق، أنا ما زلت أهوى الاحتراق. على سطور أيامك أيامي، على سطور أيامي أكتبك، بين فراشات الوادي أرسمك، فوق الياقوت والزمرد أنثرك، كالدراق أستنشقك، أنسج من خيوط القمر لحنا حلوا يشكرك. كمان والله خلاص شباب، لا خلينا نوقف هون، ننتقل وننتقل طبعا لنسرين. قبل ما انتقل لنسرين، كمان انا بذكر انا كتبت: اه يا قلب متى ستنفطم، مللت ضعفك وملني الالم، كلما ظننت فيك صلابه رجعت الي يشل كالسقم، ندمت على كل الدلال الذي منحته لك فهدني الندم، اعني على اقتلاع اللين، على اقتلاع اللين من جذورك كي تقوى بك الهمم، ما عدت أطيق فؤادا كلما لاحت تناسى جراحها فتخفى وتنعدم، باتت أماني في قتل الهوى ضربا من الخيال لا تأتي سوى وهم، إني لأطلب حقا ما جنيت به على حبيب ولم يرجى به اسم، يا قلب متى ستنفطم، مللت ضعفك وملني الألم. وطبعا هذه انا بعتبرها خواطر ما لهاش علاقه بال يا محمد، انا بس ايه رد صغير كده بنفس المعنى اللي انت قلته باللغه العربيه، ده انا كنت كاتب شرحه بس بالعاميه وبسيط، يعني بقول له بطل دق يا قلبي، بطل بقى وكفايه، تعبنا الحب يا قلبي وحكينا الف حكايه، كل رمش بيجرحك وكل جرح بيوجعك، تنسى كل هموم حياتك لو في قلب ندالك، بطل دق يا قلبي بطل بقى وكفايه. الله، لا بدنا نسمع كمان واحده، بس بعد ما نسمع من نسرين. اكيد انا ثاني طلب شفته هلا من زميلتي ميسون منصور، اللي قالت لي طلبت اني اغني وانا كل ما اقول التوبه، طبعا حاول ما اطلع صغير لاني ما كان معي وقت احضر يعني كل الكلمات، وانا زمان بعمل براكتس دائما الليركس، ما بحب اني اغنيهم ويعني اخربط فيهم، بس anyway اغنيه عبد الحليم المشهوره وانا كل ما اقول التوبه، طبعا اللي غنتها ايضا السيده ماجده الرومي يعني، وانشهرت فيها جدا على المسرح يعني، مع انه كان مغنيها عبد الحليم وانشهرت بصوت عبد الحليم، لكن ايضا اخذت مجدها مع السيده ماجده الرومي. بتقول أنا كل ما أقول التوبة يا أبويا ترميني المقادير يا عين، ترميني المقادير يا عين، وحشان عيون السودة يا أبويا ومدوبني الحنين يا عين، ومدوبني الحنين يا عين، وأنا كل ما أقول توبة يا بويا ترميني المقادير، ترميني المقادير، ترميني المقادير. حبيت بس نقول مقطع منها صغير عشان نزعلك يا ميسون، هاي لعيونك الأغنية. بس هي دايما بالأغنية المصرية بالشعر المصري بالذات بتشوف في دايما ذكر للأسمراني والعيون السود،
ما بعرف بتحيرنا. طب ايش معنى الاسمراني مع الاسود؟ يمكن اللي هو نسبة للجمال الانسان المصري او العربي بشكل عام. انا بالظبط احنا كمصريين بنقول علينا معظم اللون بتاعنا اللي هو القمحي، اللون القمحي، او من كمان طبعا السمار. السمار هو الغالب على اهل الشرق الاوسط اكتر من ان احنا، ما احنا شويه، ما احناش. فالسمار ليه دايما جماله الخاص، ويمكن في مصر كمان عندنا اهل الصعيد بيتميزوا بالسمار او سمار البشره. فطبعا احنا ما عندناش، يعني انا عمري ما كنت سمعت على يور وايت يور بلاك الا لما جيت هنا كندا. احنا في مصر ما عندناش الكلام ده، محدش بيعاير حد يقول له انت اسود ولا انت ابيض ولا فاهمه، الا مؤخرا الثقافه الحديثه بتاعت الغرب باتت علينا. فعشان كده يمكن هيعير مين يا محمد؟ محمد هيعير مين؟ ما هو كل الشعب اسمراني. وبعدين احكي لك شيء، انا 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 على قصه البلاك ووايت، انا كتبت بوست بعد ما صارت القصص هذه وصار في نقاش طويل، وبعض احبابنا العرب يعني كانهم حبوا انهم يصدروا المشكله من امريكا للعالم العربي، فاسترجعوا كل الذكريات السيئه والمصطلحات السيئه العربيه في موضوع الاسود والابيض. فرحت انا كتبت بوست بيحكي كل قصائدنا اللي كتبناها بالغزل كلها كانت تتغزل بالاسمر، اسمر يا اسمراني، وكانت بتحكي عن العيون السود، وكانت بتحكي عن الشعر الاسود، وكانت بتحكي عن الوجه الاسود، كانت بتحكي عن السمر، فيعني كلها بتتكلم بالشكل هذا. طبعا ردوا علي حكوا لي هذا كان نفاق اجتماعي. بس هل احنا نسينا اصلا ان ربنا سبحانه او الرسول قال لك لا فرق بين عربي ولا اعجمي الا بالتقوى مش باللون؟ ما قالش باللون. يعني احنا طبعا لا ننكر انه في التراثيات وفي المجتمعات تفرقه، وفي يعني عنصريات مختلفه تختلف من مجتمع لمجتمع. في مجتمع عنده طبقية عنصريته حسب الغني والفقير، في مجتمعات عنصريتها في اللون، في مجتمعات عنصريتها بالجنس، وفي مجتمعات عنصريتها بصاحب السلطة، وفي مجتمعات للأسف حوت كثير من العنصريات. ربنا يعافينا ويعفي عنا في هذه العنصريات، المهم أنه إحنا نكون عندنا الأمور خالصة ونقية. أنا قلت لهم تعليلي يا سمرة، أنا بقى بقول لهم تعليلي يا سمرة، قلبي على قلبك هيخطي على الجمرة، والصعب لو كان دربك همشيها أنا وانتي، يا سكني ومدينتي أمريتي يا أمرة تعالي لي يا سمرة. عادي جدا. الله الله. على محدش بيغني للعيون الملونة ولا الشعر الملون، ولا محدش بيقول لهم هو السمار، السمار جمال، قالوا السمار جمال واحتاروا السمر فيه، مش كده ولا ايه؟ الليل أسمر. الليل أسمر. الأسود يليق بك. غدير. الأسود يليق بك. نعم. في قصيدة حابة ألقيها هلأ انتبهت لها، اسمها الهوية. حابة ألقيها. الهوية. أنا من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، زيت زعتر دقة، كروم عنب متشعبطة على الحيطان العتيقة، بيارات ليمون وبرتقال، هو بلادي برد الروح وبحرها صافي. أنا من نخلة الخليج، أصلها ثابت وفرعها في السماء، صحراء وجمال، شمس حامية، قهوة ورطب، عمران وبترول. أنا من شجرة القيقب وشراب القيقب، تتلون أوراقي أحمر أصفر برتقالي باختلاف هويتي، تتساقط في الخريف كعمري الذي يتساقط بعيدا عن الوطن. موطني موطني فوق دمائها تتجه جباهنا في الصلاة لقبلتها، يصلي الأموات على الأحياء، الصلاة في حرمها فرض عين، وحدها فلسطين، وحدها فلسطين ترقص دامية القدمين عارية الصوت والمشهد.
الكل ينام بمخدعه، يحلم بكل ما هو جميل، وأنا أنام لأحلم ذات الحلم، فصفور يأخذني إلى فلسطين. سأبقى أكتب، سأبقى أكتب على جبين الشمس، سأكتب عائدون، عائدون إلى فلسطين وغصن الزيتون. صوتي يعلو ويعلو، ينادي الأقصى الحزين، أيا أقصى شد الرحال إلينا، أو شد الرحال إلى غيرنا، فنحن الأسرى وأنت الحر الأبي. حمامة سلام بيني وبينك يا أخي، إن ترتضيها من دمي لا أرتضيها من دمي. يا شهيد القدس، حاورني، حاورني لا تقتلني، صبري العاري يدعو للسلام. الحب ممنوع، الكره مرغوب، اعتدنا أن نكره بعضنا، فتحولت مدينتي إلى ساحة قتال. الكل يخاف، الكل يخاف، حتى صمتنا صار يخاف، شنق الصمت على أبواب مدينتي، فتهمته أنه صار يخاف. أفنيت عمري في القضية، جالسا تحت العلم أؤدي التحية، فلا العلم حياني ولا انتهت القضية. فلسطين هي عروس تزدان، كالقمر في ليلة التمام، لصبح قريب كما وعدتها الأيام. أيها الجائع الأسير، كبرياؤك أغنية أعشقها، أدندنها، أسافر بها إلى فلسطين. الله، ما أجمل أغاني المحررين. يودعنا عام، بقي على شفاهه كلام لم يقل وألف سؤال، ربما يجيبه العام المقبل، أو ربما ينتظر أعوام. في كل عام مراهقة أنا في حبك يا سيد، هل في المراهقة عيب؟ مجنونة في هواك، هل في الجنون عيب؟ هنيئا للحب بنا، إن كتبنا بحروفه على ضوء الشموع أنا مراهقون، وشهد لنا كل عام بأننا مجانين، بأننا مجانين. كل عام وأنت نبض جنوني، وبين عيوني وأحاسيس منهمة، كل عام وأنا مجنونتك المراهقة. فلسطين، فلسطين، أنت عامي الجديد، أنت حبي الأكيد، فلسطين يا أم الشهيد، أيامك عيد، عمرك مديد. سوريا، سوريا يا عروس الشرق، لك حبي، انتمائي، عروبتي، كل عام وأنت في أمان، حب ووئام، اندحار للطغيان، عليك مني السلام، مكلل بياسمين الشام. لا أستطيع أن يمر يوم دون أن أكتب لك، لك وحدك يا قمري، أشتاق للحديث معك كل ليلة، أتعذب ببعدك عني ولو هنيها، لا أعلم كيف يسوقني الحنين إليك، كل ما أعلمه هو أنك ملك تربع على عرش روحي بلا منازع ولا منافس، مكانك سويداء قلبي، أنت نبضه المفعم بالحياة، وأي حياة، إن كانت عيناك هما أنفاس حياتي، كل عام وأنت نغم آهاتي. عام جديد. وقف هون، آخر واحدة بس، يلا الختام تبع العام الجديد، يلا. يا عامي الجديد مرحبا، ها أنت قد حللت علينا ضيفا، فأهلا تفضل بالدخول، دعني أستشف من كلامك وما بين سطورك، ماذا تخبئ لنا؟
هل تخبئ لنا، هل تحمل لنا أنباء سارة تضمد جراحنا النازفة؟ هل تفضل أن تنزع عنك ذلك المعطف الأسود الذي أثقلنا به العام الراحل الأعوام الراحلة؟ هل استرحت قليلا على هذا الكرسي لتنسنا بعضا من همومنا؟ أترغب باحتساء صحنة بالشهداء والنصر أم قهوة عزاء الجبابرة والطغاة؟ هل تركت ثلوج ألم الأمة أو ألم الإنسانية تذوب خارجا؟ أم أحضرتها معك شاهدا على عالم أصم فقد حواسه الخمسة وزعم أنه يمتلك الحاسة السادسة؟ انتظر، لا ترحل، فأنت بعد لم تسترح ولم تجلس. ماذا تريد؟ تريد أن تنام؟ ربما النوم أفضل من أحاديث المساء. شكرا، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. المعاني جميلة جدا، حتى لو اختلفنا في أنها شعر أو نثر، لكنها معاني جميلة جدا. ميسون تحكي المزج ما بين الخطاب، خطاب الحبيب وخطاب الوطن، مزج رائع وفيه دلالة يعني كثير كثير جميلة. أنا شكرا. بدي أحكي خاطرة من الخواطر اللي أنا كتبتها، وبعد ذلك بدي أفجر قصيدة عند محمد منير. فخليني أقرأ من هذه اللي كتبتها الخاطرة. بتقول: بداية الحب أم نهاية الكتمان؟ يفوح هوانا والهوى إدمان، يفجر الصمت ويهتك السر، يثور هائجا كما البركان. أيقظت روحي من سبات وعاد لقلبي دفقه بأمان. يا روح روحي لست أدري الروح ملكك أم لك الترجمان. قد كنت من قبل بلا حياة واليوم بعد لقاك كائن إنسان. الكون تفتحت أزهاره قبل الربيع للحظك الفتان. أعد الليالي قبل أن تتبسمي فأرى كأن بها بدأ الزمان. أرجو بلا حزن، أرجوك بلا حزن ولا وجع، تبسمي فلا تليق بك الأحزان. هذه من الخواطر المنثورة اللي يعني ممكن تكون النثر المغنى، اللي أنا بسميه النثر المغنى. فيعني أنا طمحت إنه أستفز محمد ويطلق علينا سهامه الشعرية. طيب، الأول طبعاً الأخت غدير هي قالت إن هي أخت من فلسطين. إحنا كعرب وكمصريين القضية الفلسطينية في رقبتنا وفي دمنا. بالإضافة أنا ليا بنت خالة أمي تزوجت فلسطيني وعاشت في فلسطين، وليا قرايب منها، فالقضية قضيتي برضو. فعشان كده حابب أقول بس أنا مصري وعربي وبقول لا لأي مساس ببيت الله، لأدم داس في أرض القدس، لأي عدو عليها يبص. رح أنادي أخويا في فلسطين وهنادي صحابي من لبنان، صحوا شهداء ذكرى حطين، هتلاقي الخوف في عينيهم بان. ما يهمش ألف شهيد بيموت، ما يهمش غير القدس تعود، يكفينا كلام وحجج ووعود، ليه غير القدس وطن برضاه؟ ده أنا مصري وعربي وبقول لا. دي بس كده حاجة يعني من ضمن الحاجات اللي أنا كاتبها عن صح. تفضل. بالنسبة بقى للعاطفة وللحب وللرومانسيات وكده، فأنا كنت يعني إيه عندي قساوة شوية، بس هنقول حاجة بسيطة كده نقول فيها. مثلا نقول لها: ولا أنتي ولا هي ولا غيركو يقدر عليا، أنا بملك ألف قوة، أنا آدم وأنتي حواء، مش هضعف يوم قصادك ولا هبكي في ليل بعادك، انا دايما ببقى اقوى لما بتقسي عليا، ده لا انتي ولا هي. وفي النهايه عايز اقولك انتي تهتي معايا، ايوه اصل ادم هو ادم مهما كان سحرك يا حواء، لو بحبك تغلبيني اغلبك بسلاح اشد، نار وغيره وكوف وحيره تغرقي فيهم بجد، بس برضه ده اعترافي ان سحرك شيء خرافي صعب يهرب منه حد. اعتراف خطير. طيب، احنا عايزين نجعل ختامها مع نسرين، فحتختم لنا نسرين وبعدها نستودعكم الله.
يعني أنا كنت كثير حابة بين وحي يعني عيد العشاق وعيد الحب إنه نختم بشي للأم، لأنه حكينا على الوطن وعلى الحبيبة وعلى يعني، بس حابة يكون في شي للأم. وحبيت أختم بأغنية كثير محبوبة جدا للمرحوم عماد عبد الحليم، اللي هي بتقول ده أنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن، ارمي المدن واجيكي عطشان لنور عينيكي، ارمي المدن واجيكي عطشان لنور عينيكي. حاسه نعيط، الاغنيه دايما بتخليني اعيط. ما راحت الافكار، راحت الفكره، عم سوري. انا الاغنيه دايما بتخليني اعيط. محمد منير، حفظ الاغنيه معي. محمد منير حي 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 انا يعطيها يعطيها. هقول سيبوني ابوسها، نعم، والمس خدودها، واجري وراها، اشم في هواها، واسمع دعاها لرب السما. بحبك يا امي، هواكي في دمي، يا اغلى عليا من الدنيا دي، حنانك يا امي ده اجمل هديه، سيبوني ابوسها. الله يخلي لكم امهاتكم. من الفكره على فكره هلا هذا. تفضلي تفضلي نسرين. وارمي روحي عليكي تطبطبي وتضمي، ما بحسش بالبارح ده الا في قلبك يا امي، الا في قلبك يا امي. وانا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. وانا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن، دليلي في المدن. انا عمري ما سمعت قصيدة مغنى او يعني شعر مغنى كلمة المدن ذكرت 3 مرات، مدن مدن مدن، وفي كل مرة يعني يمكن هو مش محبس بالشعر تسمع الكلمة تلقاه في 3 مرات، لكن في هاي الأغنية بالذات تسمع كلمة المدن وبدأت تسمعها أكثر فأكثر فأكثر. ما بعرف شو السر في سحر الأغنية هاي، بعد عشرات السنين ولا زالت تسمع ولا زالت، زلت أنا من عشاق هذه الأغنية للأم بالذات يعني. شكرا نسرين، شكرا محمد منير، شكرا غدير. حقيقة أمسية جميلة، وبحب من خلال هذه الأمسية أني أبشر جمهورنا وأصدقائنا ومشاهدينا أنه راح نطلق قريبا إن شاء الله برنامج اسمه إيش؟ إيش اسمه يا محمد؟ صالون الثقافة. أحسنت، اسمه الصالون الأدبي. الصالون الأدبي راح يقدمه محمد منير ونسرين، وراح يكون بهذا التنوع اللي بتشوفوه من الشعراء والأدباء والحكواتية وأصحاب القصص القصيرة، تنوع كبير، وحيكون بستان، وإن شاء الله تشوفوه قريبا وتستمتعوا فيه، وأدعوكم جميعا لانتظاره وحضوره. واللي بيسألونا عن اليوم راح نعلن عن اليوم قريبا بعد ما نتفق على الوقت مع باقي الأطراف، حنعلن عن اليوم قريبا، فإن شاء الله يكون قريب جدا. وأنا بدي يعني أشكر جميع مشاهدينا اللي كانوا معنا في هذه الأمسية. بدي أشكرك شكر خاص غدير على يعني بقائك معنا، وعلى ما أتحفتينا به من مشاعر رائعة جدا وصور تعبيرية عظيمة جدا وشعر منثور يعني رزين ومتزن وجميل. أنت بتسميه شعر منثور وإحنا بنسميه صورة تشبيهية عظيمة جدا وراقية، وفي النهاية الأسماء لا تغني أو لا تؤثر على بالضبط بالضبط بالضبط. ويعني بدي أكرر شكري للجميع، ويعني ابقوا معنا وتصبحون على ألف خير. إلى اللقاء.